تعرف؟ والله اللي اخترع القهوة عظيم. بعدين سمعت من الروايات والأساطير إن اللي عملها واحد عربي. والله ورفي على هالاختراع العظيم، يعني ترى مي وسكر السلافة، مش اختراع نووي يعني. القهوة تاريخ. بتتذكر وانت صغير قديش كان يجي على بالك تشرب قهوة، ويجي أبوك لعندك يقول لك لا تشرب قهوة عشان ما يطلع لك شوارب؟ مش مشكلة، طلع لي شوارب لما كبرت ومن دون قهوة. بس شوارب عن شوارب بتفهم، في شوارب تحت إجرة الحلاق وفي شوارب فوق راسه. بعدين القهوة بتجمع بين الكبير والصغير. انت بعدين معك شو هالتناقض اللي عايش فيه؟ ما انت قبل شوي بتقول لي ابوك كان يمنعها عليك وانت صغير عشان ما يطلع لك الشوارب، هسه بتقول لي بتجمع بين الكبير والصغير؟ بعدين معك. ما هو لما تشتغل مراسل عند مدير بتعرف كيف بتفرق بين الكبير والصغير. بس شو بدك بطولة السيرة؟ والله القهوة ونس للمواطن. اه طبعا ونس، بالحزن وبالفرح وبالحب وبحل المشاكل. والله اللي اخترع القهوة عظيم. يا رجل اي عظيم، انا بالنسبة لي القهوة لها فائدتين، انه المرأة بتنفذ من جوزها فبتعمل له فنجان قهوة عشان لا يقرف عيشتها، والفائدة الثانية انه الجارات اللي تحت بفضن الحثل وبقعد يقروا الفنجان لبعض ويقروا بالبخت، غير هات ما فيش فائدة. ورا القهوة في احتلال. زمان كان اسمها قهوة وبس، الايام هاي اسبريسو وبلاك ومزاج عالي ومزاج واطي، يعني وسادة وحلوة وابصر ايش يا عمي. صارت القهوة للمقامات. بس زمان لما كانوا يشربوها كانوا يشربوها اصحاب الشخصيات المهمه. اليوم كنا صرنا نشربها وبطل لها طعمه. فهمت شو يعني مقامات؟ فهمت. حتى لحقينا بالقهوه، والله يا خوفي ما نقدر نشتريها بعدين. يمكن القهوه فيها حافز فكري، والتفكير هالايام ممنوع، لازم يضل مخك مغلف. فهمت؟ وسط حلوة ومختلفة الأذواق، مرة تعدل الرأس ومرة ما تنطاق.